السلام عليكم، رمضان كريم عمو. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا جزيلا. مرحبا واضح، انا يزن من سوريا، عمري 22 سنة، صلي بأربيل شهرين تقريبا. مرحبا واضح، انا اكرم البيروتي من سوريا، مقيم بأربيل من 3 شهور. انا وصديقي هو ابن عمتي، عندنا مبادرة نساعد العالم يعني بقدر المستطاع، هي الافطار، افطار الصائم. في ناس ترجع من شغلها، من عملها، من دراستها على البيت، نحن بنختار الوقت قبل قدام 5 دقائق، بنوزع تمر ومي وقطعة كيك او بسكوت للناس بين ما تصل على بيتها يفطروا. كلياتنا قادرين انه نقوم بهالمبادرة هي. صعوبات باللي صعوبات، لا ما في اي شيء من هذا، عملية كتير بسيطة. بتحبوا هلا بنرجيكم شلون بنقدم للعالم هاي المبادرة الحلوة هاي، وبنشوف الابتسامة على وشهم. تفضلوا. يوم انا يوم هو يعني يوم انا فقدت الشخصية، يوم انا فقدت الشخصية هي اصلا يعني اسف المبلغ مو زهيد، يعني مو هالمبلغ، حوالي 5-6 دولار يعني باليوم بيكونوا كافيين، انه علبتين تمر وعلبة كيك وصندوق مي في 30 او 35 زجاجة مي. المي مشتريه باليوم حطه بالبراد مشان يبرد، وبنفس الوقت نحن بنكون معنا شارين علبة اكياس كبيرة بتكفي الشهر الكريم كاملا. كل يوم بناخذ حوالي 30 35 كيس، ونحن نكون معنا كفوف تبعون قفازات بنعبي بكل كيس 2 مي واربع خمس حبات تمر وقطعة كيك، نحطهم ضمن الكيس ونوزعهم نكسب فيهم سوا. نحن من سوريا عاملين هاي الفكرة، وكان فيها يعني توفيق من الله الحمد لله، مبادرة بسيطة، ولكن لو واحد يعطي للتاني هو بينسر. مثل ما نحن مسرورين كمان الناس عم تكون مسرورة لما يشوف واحد عم يقرب عليه بيقول له مرحبا رمضان كريم، عم بعطيه كيس فيه تمر، عم كثير عم يكون مبسوط ومسرور. او حتى نحن ما بنسأل انت صايم او مو صايم، نحن بنوزع على الكل بدون ما نسأل اذا هو صايم او لا، بجوز يكون من غير دين من غير طائفة مو صايم، هو حرته الشخصية، بس نحن بنوزع تحسب اذا حدا صايم يستفيد من المي والتمر. السلام عليكم، رمضان كريم عمو. شكرا جزيلا. حقيقة مبادرة رائعة، هذا احتراما لرمضان واحتراما للصيام واحتراما لهذا الشهر الفضيل، يعني فد مبادرة إنسانية جميلة ممتازة جدا. أنا أشجعكم على هذا الشيء، وأتمنى يكونون كثير من الناس يحذون حذوكم حتى يبينون للناس أنه إحنا في شهر محرم، هذا شهر مبارك. حنختصرها 30 يوم شهر رمضان الكريم، لبين ما الله يكرمنا بوارد مالي حتى الواحد يقوم يعني بهالفعاليات هاي. خلصوا كل الحصص 30 واحدة 35 وزعناهم كلهم. شو رأيك بردود فعل العالم؟ والله الابتسامة كانت بادرنا، يعني احنا بنقري عند الشخص بتوقع مثلا انه احنا نبيعه شيء او كذا، بتقول له رمضان كريم وتعطيه مي وتمر، عم ينسر كثير. بكره ان شاء الله بمكان ثاني عندنا نفس المبادره، منه بندور اربي كلياتها وبنعمل الفعاليه الحلوه هي.